طيب احنا هنبتدي بالايمجينج في الجاينيكولوجي. معلش هفرقكم شويه من البريست. احنا دايما الايمجينج في الجاينيكولوجي نمره واحد اللي احنا بنعتبرها دايما تبع الكلينيكال اكزامينيشن هي الالترا ساوند. يعني مثال يا اما كلنا كارديولوجيست بنشتغل الالترا ساوند ابدومين وبلفس، يا اما بتوع النساء بيبقى عندهم جهاز الترا ساوند دايما بيكملوا بيه الكلينيكال اكزامينيشن بتاعه. فيبقى اذا المين ايمجينج موداليتي اوف تشويس في الجاينا هي الالترا ساوند، يعني اهم حاجه هي الالترا ساوند، وبتيجي بعدها الحاجات التانية حسب الايه الاحتياجات اليها. بس في حاجه كده يعني بحب اديها لكم عارضا لان محدش طبعا بيجيب سيرتها، اللي هي البلين فيلم. هل البلين فيلم له اي فايده في الجاينيكولوجي؟ في الحقيقه يعني احنا دايما البلين فيلم في الايمجينج موداليتيز هتبتدي بالبلين فيلم. بس احنا يعني عاده محدش بيطلب بلين فيلم، محدش بيطلب لوحده الا واحده مثلا جايه بابدومينال بين فعايزين نشوف فيه ستون ولا لا. وان كان البلين فيلم برضو حتى الرول بتاعه ابتدى يقل جدا في الستونز، احنا بنستخدم دلوقتي السبايرال سي تي عشان نقدر لو في ستون صغيره 3 مللي نقدر نجيبها خلاص. بالنسبه للبلين فيلم، البلين فيلم هيبين سوفت اوفويد دنسيتي سيبريتد باي فات بلينز. ايه الابنورماليتيز اللي انا ممكن اشوفها في البلين فيلم؟ ان انا الاقي فيه ابنورمال سوفت تيشو تيوميفاكشن. المفروض ان البلين فيلم ده فيه الديفرنت سوفت تيشوز، المفروض ان انا ببقى عارفه النورمال، عارفه ان ده السوفت تيشو بتاع الليفر وده بتاع السبلين. فلما الاقي فيه ابنورمال سوفت تيشو تيوميفاكشن في البلفس ببتدي افكر ان في حاجه ريليتد للفيميل. ده طبعا لازم اتاكد انها مش فول بلادر. يعني انا لو لقيت سوفت تيشو تيوميفاكشن في البلفس اول حاجه اسال البيشنت دي هي فول بلادر ولا لا، لان ممكن عيان تبقى فول بلادر قوي فتديني ابنورمال سوفت تيشو تيوميفاكشن. الحاجات اللي ممكن تدي ابنورمال سوفت تيشو تيوميفاكشن الديستندد يورينري بلادر، طبعا دي هنعملها اكسكلوجن، اوفاريان سيست والفايبرويد. يبقى اي حاجه هتعمل ابنورمال سوفت تيشو تيوميفاكشن يا اما حاجه ريليتد لبيوترس، يبقى الفايبرويد اكتر حاجه طبعا، يا اما ان هي حاجه ريليتد لاوفرز يبقى في اوفاريان ماس او اوفاريان سيست. تاني حاجه برضو ممكن ان احنا نشوفها في البلين فيلم، وعاده عينين دول كلهم هيبقوا جايين يشتكوا بالبيك بين، ان انا الاقي فيه ابليتريشن للنورمال فات بلينز. الابليتريشنز اوف ذا نورمال فات بلينز دي فيري امبورتنت، اللي هو في البلفيك انفلاماتوري ديزيز اللي هو البي اي دي، اللي هو من اسباب يعني من كتر يعني اسباب كتيره جدا ان هي بتعمل انفرتيليتي وبتعمل تيوبال بلوك وبتعمل الحاجات دي كلها. ثالث حاجه ان انا الاقي كالسيفايد شادو. ايه بقى الابنورمال كالسيفايد شادو؟ يا اما الاقي فايبرويد كالسيفايد فايبرويد، يا اما الاقي فيه كالسيفيكيشن بتاع الدرمايد سيست، ان انا الاقي توث مثلا يبقى ده كالسيفيكيشن ريليتد للدرمايد سيست، وده في الحقيقه هيبقى دايجنوستيك برضه. يعني انا لما الاقي كالسيفايد فايبرويد اقول ان العينه دي عندها فايبرويد في اليوترس وباين ان هو كالسيفايد، هنا ايه ماركت كالسيفايد فايبرويد بريزنت ان ذا يوترس. ممكن كمان الاقي حاجات ريليتد للبوست اوبرتيف سيكولي او عينه عندها هيمو او نيمو بريتونيوم، الحاجات دي كلها ممكن اشوفها في البلين فيلم. فيبقى اذا البلين فيلم برضه لازم ممكن هو يجايد مي ان انا اقول ان الحاجه دي ريليتد للجاينيكولوجي. بس بيفضل البلين فيلم له رول في الميسد اي دي، يبقى ستيل بيفضل البلين فيلم له رول في حالات الميسد اي دي. ده اللي بيطلب مننا بقى فعلا ان يبعت لك حاله يقول لك في ميسد اي دي وانا عايز بلين فيلم. طبعا الميسد اي دي انا نمره واحد بعمل له ايه؟ الترا ساوند، لانه كتير قوي ساعات الفيميل ما بتبقاش حاسه الفتل بتاعت الاي او دي، لكن هو بيبقى انسايتو بيبقى موجود في مكانه. فيبقى نمره واحد ان انا هعمل الترا ساوند اكزامينيشن. لو هو يس ان بليس يبقى في الحاله دي خلاص، يا اما بنسيبه ان بليس يا اما بنعمل له ريبليسمنت عشان يبقى فيه حاجه تجايد ان الاي او دي موجود في مكانه. لو مكان في مكانه بس displaced ده المفروض ان احنا بنعمل له رينوفال ونعمل له ريبليسمنت. لو كان في بيرفوريتنج المايوميتريم بقى في الحاله دي لازم نعمل هيستروسكوبيك ريموفال. وفي الحاله دي برضو بتبقى فايده من الفوائد بتاعتي لما نيجي نتكلم في الالترا ساوند، هنقول ان احنا نقول له نرسم له كده توبوجرافي الاي او دي ده مكانه فين بالظبط، ان هو بينتريتنج المايوميتريم مثلا اباوت 2 سنتيمتر من الليفل اوف ذا انترنال اوس، فيقدر وهو داخل يعرف فين مكان يدور عليه فين، لان هو ما بيبقاش شايفه، هو بيبقى اللحم تاسي عليه فما بيبقاش شايفه. فيبقى ايه لازم ان انا ارسم له توبوجرافي فين مكان الاي او دي بالظبط. طيب لو كان الاي او دي ده بقى بارشلي اكسترا تايم، المفروض ان انا بعمل انتروبوستيريور ولاترال راديوجراف.
ممكن اعمله كمان وانا حاطه ساوند جوه اليوترس عشان اشوف الاي او دي ده ريليتد لويتش بارت اوف ذا يوترس انتيرير بوستيرير فين مكانه بالظبط. بحط ساوند انسايد ذا يوتران كافيتي وبصور. لو انا عايزه ابقى مور اكيوريت اعمل ايه؟ اعمل سيتي. لو انا عايزه ابقى مور اكيوريت هشوف بقى فين مكانه بالظبط يبقى اعمل سيتي كاتس هيبين لي فين مكان اللوب بالظبط، خصوصا لو هو بينتريتنج في حته مهمه. يعني ساعات انا بشوف اللوب مثلا داخل في الاوفري وقرب يدخل على الاليا باسلز، فده طبعا لو عمل بينتريشن للاليا باسلز دي مشكله. فيبقى مهم قوي ان انا اعرف مكان اللوب فين بالظبط. ما لقيتوش بقى في كل دول اعمل ايه؟ يبقى هو اكسبال، يبقى خلاص حصل له اكسبانشن. اهو شايفين هنا ده التراساوند فيرست، ادي الاي او دي فين؟ في السيرفكس، خلاص ده قرب يقع بره في السيرفكس، والابر بارت بتاعته انترابت عند الايه؟ عند السيزيان سكار. شايفين هنا الاي او دي فين؟ بره خالص، والعينه بريجننت. يبقى انا هنا عرفت من السونار، انا مش محتاجه هنا اعمل لا سي تي ولا محتاجه اعمل بلين فيلم، لان انا شفته هو موجود في الادينكس ريجن بوستيريور لليوترس وميديال للليفت اوفري، فانا عرفت مكانه بالظبط فين، فبوصفه واقول مكانه فين. ما لقيتوش بقى بلجا للبلين فيلم في الحاله دي. نعم. ده كتير. هو مش شارب، لكن ساعات في اوقات بتبقى اليوترس فيها سوفت شويه، يعني وقت المنسز يعني في اوقات بتبقى اليوتراين وول سوفت شويه، فسهل ان هو يبنتريت. لا مش شرط، مش شرط. احنا شفنا لوبس كتيره وفي بيبقى طالع فوق عند الستومك وفي بيبقى نازل تحت، يعني بيعيش حياته يعني. فهو بالرغم ان هو مش شارب، لكن هو لو عمل بنتريشن بس هو عشان مش شارب ما بيعملش بقى مثلا هيماتوما، يعني بنتريت ويعمل هيماتوما، لا هو بنتريت ويخرج وتتقفل المايميتريا عادي خالص. لكن مشكلته ان هو ممكن يبقى في حتت خطيره، يعني هو لو جه ناحيه الالياك باسلز وابتدى يعمل فيها ايروجن حتى للفين هتبقى مشكله. خلاص ادي ميس دي اي دي. شايفين انا ممكن كمان، عشان كده انا بقول لكم لازم الانتروبوستيريور واللاترال فيو، لازم الاثنين الانتروبوستيريور واللاترال فيو. هنا في الانتروبوستيريور فيو انا ممكن اتهيالي ان هو جوه اليوترس برضه، ما هو دي كلها اليورينري بلادر وجوه اليوترس، لكن لما بعمل اللاترال لقينا ان اللوب فين؟ انتيريور اللي كانت خالص تقريبا تحت السكين. فده مهم جدا ان انا اعمل الانتروبوستيريور والبلفيك بلين عشان اتاكد ان الاي او دي انسايت ان بليس. نيجي بعد كده بقى للاذر ايمجنج موداليتيز اللي انا بستخدمها في الجاينيكولوجي. انا عندي اي حاجه فيها تيوب فيها كافيتي عشان اشوفها يبقى حقن فيها كونتراست. وبما ان اليوترس ده لو كافيتي برغم انها بوتنشال كافيتي، لكن برضه لما احقن فيها كونتراست هيبان كويس. الجولد ستاندرد عشان اشوف اليوتراين تيوبس هو ايه؟ الهيستروسالبنجوجرافي. يبقى الهيستروسالبنجوجرافي هو الجولد ستاندرد ان انا اقدر اشوف اليوتراين تيوبس. في بعد كده عندي اذر انفستيجيشنز بحب اعملها زي الفاجينوجرافي. هنقول ايه هو الفاجينوجرافي؟ الجي اي تي ستادز والاي في يو. في الحقيقه الجي اي تي ستادز والاي في يو يمكن اقل استخدامها شويه بعد المالتي سلايس سي تي. يعني انا بعد المالتي سلايس سي تي بقدر ان انا اخد كورونال وساجيتال وبقدر اشوف الريليشن، مثلا لو انا عندي اوفيريان ماس اشوف هي عامله انفلتريشن للكولون ولا لا من المالتي سلايس سي تي. يبقى اذا الجي اي تي ستادز والاي في يو الرول بتاعهم قل شويه. لا بيفضل الجي اي تي ستادز ليها رول في عيانين مثلا اللي عندهم مالجنان فيستيولا او فيستيولا افتر سيزيريان سكشن. في الحاله دي بحتاج ان انا اعمل فيستيولوجرافي او اعمل فولو ثرو او حاجات زي كده. برضو الانترافينوس يوروجرافي نفس الحكايه، انا لو عملت حتى ام ار يو او سي تي هيقدر يغنيني على ان انا اعمل انترافينوس يوروجرافي. في عندي كمان الارتريوجرافي، عشان الارتريوجرافي انا استخدامي في الارتريوجرافي عاده ثيرابيوتيك وليس دايجنوستيك. مفيش عيانه هتروح تعمل انجيو عشان دايجنوزس، لكن ممكن تعمل انجيو عشان ثيرابي. ثيرابي اللي ايه بقى؟ يا اما اي في ام ارتيري فينس مال فورميشن، يا اما فايبرويد امبولايزيشن. يبقى الحاجتين اللي انا بستخدم فيهم الانجيو الحاجتين دول، الاي في ام والفايبرويد امبولايزيشن. في الحقيقه الفايبرويد امبولايزيشن بتدي ريزلتس كويسه،
في طرق كثيره ان احنا نعمل نحاول نعمل شرينكج للفايبرويد. يعني دكاتره النساء بيزعلوا شويه علشان ايه بناخد منهم شغل، ولكن هي الفكره ان هو احنا هنخليها ريزيرفد للعيانين اللي هم ما ينفعش يعملوا سيرجري. وفي كمان الراديو فريكوانسي ابليشن زي اللي بنعمله في التيومرز بتاعت الليفر، ممكن برضو نعمله في الفايبرويد في الحاله دي. ففي الحالات دي طبعا لازم نعمل ارتيريوجرافي الاول عشان نشوف الفيدنج فيسل، وبالتالي نقدر نعمل امبولايزيشن سواء الارتيريو فينوس مال فورميشن او الفايبرويد. ده منظر للارتيريو فينوس مال فورميشن، يعني نلاقي المايوميتريوم كله مليان شانتنج ارتيريو فينوس مال فورميشن بس موجوده جوه المايوميتريوم. ودي طبعا بتبقى يا اما كونجينيتال يا اما اكوايرد، والاكثريتهم اللي هم بيكونوا اكوايرد ليجنز. الفاجينوجرافي هناخد كلمتين عنه كده برضو عشان ايه محدش بيقوله في المحاضرات. الفاجينوجرافي هو تكنيك احنا ما بنستخدموش كتير، لكن في الحقيقه لما بنستخدمه بنلاقي ان الرول بتاعه كويس. لو انا عندي في فيستولا موجوده بين الفاجينا وبين اليوترس او بين الفاجينا وبين اليوريناري بلادر او بين الفاجينا والريكتم، الافضل ان انا اعمل فاجينوجرافي افضل من اني اعمل انما او اني اعمل اسندنج، لان الفاجينا الول بتبقى ثين وولد وما فيهاش سفنكتر، وبالتالي سهل قوي ان الفيستولا تبان احسن. الفاجينوجرافي بعمله ازاي؟ بحط فولز كاثيتر، بس طبعا بملاها كتير، يعني بملاها حوالي 30 سي سي عشان تفيد في الانترايتس، لان انا عندي الانترايتس وايد، فانا بملي الفولز كاثيتر وبعد كده بحقن كونتراست في الفاجينا واصور. الاسباب اللي احنا بصور عشانها يا اما فيستولا بقى بكل انواعها سواء كانت مالجنت فيستولا او اكوايرد بوست زيريان سكشن، كونجينيتال اور اكوايرد ابنورماليتيز اوف ذا فاجينا. ودي بقى يعني عندنا فابوريش بيستخدموها كتير اللي هم الفاجينوجرافي، اللي هم العيانين اللي بنحقن جوه الفاجينا. واحده عندها كومن اوبننج مولوده وعندها كومن اوبننج مش عارفين دي ماليه ايه، فبنملى ونشوف هي ماليه ايه بالظبط. اوقات نلاقي اليوترس ملا مع اليوريناري بلادر، واوقات نلاقي الريكتم على حسب نوع الفيستولا المولود. ثالث حاجه تو لوكالايز ريفلكس ان ان اكتوبيك يوريتر. في عندنا كده انتيتي اسمها الويت جيرل سيندروم، ان هي الفيميل على يعني بنت صغيره وعلى طول وات. ليه بقى؟ لان هي عندها دبل يوريتر، واحد منهم فاتح نورمالي في اليورينري بلادر والتاني فاتح في الفاجينا، فاللي فاتح في الفاجينا ده ما عندوش سفنكتر، فبالتالي تفضل على طول عندها دريبلينج اوف يورين. ممكن اشوف مكان اليوريتر فين بالظبط ان انا احقن جوه الفاجينا، فيحصل ريفلكس في اليوريتر ده فاقدر ان انا احدد مكانه. طبعا ده لازم بيشيلوه وبيعملوا له ري امبلانتيشن تاني جوه اليورينري بلادر. ده منظر الفاجينوجرافي، شايفين هنا ده الفول سكاتيتر اهي، وانا حقنت في الفاجينا. العينه دي كانت عامله هيستريكتومي وعندها مالجنت فيستولا بين الابر فاجينا وبين السمول باول. خلاص دي بقى يعني العينه دي كانت يعني كانت هنا في القصر العيني، يعني دي العينه دي كانت ماساه، يعني كان نفسي كل الناس تشوفها عشان تشخص تعمل ستيجنج للكارسينوما صح. لان وانس ان احنا شخصنا يعني العينه دي غالبا اتعمل لها ستيجنج غلط، ففضل عندها ماس في البولت اوف ذا فاجينا، والماس دي بعد كده البول لما بنشيل اليوترس البول بتلزق على البولت اوف ذا فاجينا وبيحصل بقى فيستولا بعد كده. فدي طبعا ماساه، يعني بيبقى عندها اكسكوريشن في السكين كله، ويعني ماركت يعني في كلمات نازله على طول، فدي ماساه يعني اوحش من المالجنسي. خلاص فده منظر الفاجينا. نيجي بعد كده للجاينيكولوجيكال التراساوند اللي هو بقى ايه قصتنا النهارده. احنا الجاينيكولوجيكال التراساوند في عندنا اربعه مودز اوف اسسمنت، يعني او اربع طرق ان انا اسس الجاينيكولوجيكال اورجنز بالالتراساوند. اول طريقه اللي احنا كلنا بنستخدمها اللي هي الترانس ابدومينال التراساوند. الترانس ابدومينال التراساوند انا بستخدم بروب 3 تو 5 ميجا هرتز ترانسديوسر اللي هو الترانسديوسر بتاع الابدومين. الريكواير فيلنج اوف ذا يورينري بلادر، المفروض اليورينري بلادر بتبقى الايديال فيلنج بتاعها بتبقى 1 تو 2 سنتيمتر اباف ذا يوتراين فانس. المفروض ان انا ما اعملش اوفر فيلنج ولا اندر فيلنج، لان الاوفر فيلنج هتلاقوا صعوبه جدا ان انتوا تشوفوا اليوترس والاوفرز لان البلادر بتزقهم قوي لتحت، فاولا بقيس اليوتراين سايز هيبقى مش مظبوط والعينه هتبقى مش قادره يعني، فلا اعمل اوفر فيلنج قوي ولا اعمل اندر فيلنج عشان اقدر اشوف الاوفرز كويس. الحاجة الثانية انه البلينز اللي انا بستخدمها في الجاينيكولوجيكال التراساوند ان انا بستخدم الساجيتال والترانسفيرس بلينز. الساجيتال بلين دايما انا باخده ميد لاين، والترانسفيرس بلين باخده، بس دايما وانا بشتغل
دايما ايدي تبقى ديبنج شويه في البلفس، لان اليوترس ده بلفيك اورجان، فلازم ايدي تبقى شويه ديبنج انسايد البلفس. لما اجي اشوف الادينكسال ريجن، المفروض ان انا بحرك البروف فروم سايد تو سايد، وانا بحرك البروف فروم سايد تو سايد برده ما ننساش الحاجه الاساسيه في التقرير بتاعنا، انه الادينكسال ريجن از اوبسكيورد باي جازز. صح، معظمنا بنكتب كده، الادينكسال ريجن اوبسكيورد باي جازز، اتس نوت رايت. انا لازم احاول اجيب الاوفري بقدر الامكان. لو انا العيانه عندي بتاخد معاد، مفيش مانع ان انا احضرها زي الابدومن بالظبط، اديها جاز ادزوربنج واخليها تبقى فاستنج عشان اقدر اشوف الاوفرز كويس. دايما في طريقه وانا بشتغل في الابدومن والبلفس، ان انا اعمل حاجه اسمها جنتل كومبريشن. لو انا عملت جنتل كومبريشن، هبعد الباول جاز عن الباول. دي ايه؟ انبوبه فيها اير او في كالماتر، فانا لو دوست عليها هتفضي. فانا بحاول ان انا اعمل جنتل بريشر على الحته اللي فيها جازز، واعمل انجوليشن من فيريس انجلز عشان اقدر اجيبها كويس. تمام، يبقى انا هشوف الادينكسال ريجن فروم سايد تو سايد. المين ادفانتج بقى بتاع الترانس ابدومينال ايه؟ انها بيديني اوفر فيو اوف ذا هول بلفس. انا لسه كنت بعمل حاله امبارح ترانس فاجينا، وجبت اليوترس، وكنت حتى هنا في القصر العيني، فبوريها لهم بقى ده اليوترس، بس اليوترس هيتروجينس قوي، وانا مش شايفه الاندوميتريوم. وبعد ما قسناه وبصينا ابدومينالي، لقينا كل اللي كنا شايفينه من تحت دي فايبرويد، وبقيه اليوترس فوق كله. فيبقى اذا مهم قوي ان انا دايما وانا بشتغل، لو انا لسه هشتغل ترانس فاجينال جديد، اشتغل ابدومينال الاول، اشوف الاورينتيشن، اشوف اليوترس حجمه قد ايه، ريتروفيرتد ولا انتي فيرتد، وبعدين ابتدي اشتغل ترانس فاجينال. يبقى اهميه الترانس ابدومينال ان هو بيديني اوفر فيو اوف ذا هول بلفس. يعني في منكم عندنا ماجستير في القصر العيني، عشان التكنيكس، التكنيك بتاع الالترا ساوند انا لازم اكتب كل ده فيه. يعني لما يجي لي سؤال تكنيك في الالترا ساوند، كل ده لازم اكتبه. ايه نوع البروب اللي بستخدمه؟ البريباريشن اوف ذا بيشنت ايه؟ الطرق الديفرنت بلينز اللي انا باخدها، لو في سبيشال تكنيك لازم اكتبه. فده مهم طبعا، مش مجرد ان انا اقول ايه طب السؤال ده هكتب فيه ايه، لا ده هكتب فيه حاجات كتير جدا. خلاص؟ اما بقى الترانس فاجينال، الترانس فاجينال سونوجرافي انا بستخدم بروب من 5 تو 9 ميجا هرتز ترانسديوسر، يبقى ريزوليوشن اعلى شويه. بسميها عاده ان انترا كافيتري بروب. احنا دايما لما بنجيب، يا بنجيب ترانس فاجينال يا بنجيب ترانس ريكتال، فسواء كده او كده ينفع ان انا اشتغل بيهم، بس طبعا الافضل ان يكون عندي ترانس فاجينال بروب اللي هو بيبقى له انجل، بيبقى ليه انجل تقريبا 170 ديجري، بحيث ان انا اقدر اجيب الاورينتيشن اوف ذا يوترس كويس. فايده الترانس فاجينال ايه؟ فايده ايه؟ ان انا بقى اول حاجه بريباريشن اوف ذا بيشنت، بخلي العيانه تعمل امتينج لليورينري بلادر عكس الايه؟ البلف. يبقى اخلي العيانه تفضي خالص. لو انا بقى يعني زي ما اتفقنا الاول، اشوفها الاول ابدومينالي، ابص عليها ابدومينالي، وبعدين اخليها تفضي خالص، وبعدين تيجي تعمل ترانس فاجينال. الا لو العيانه بوست مينيبوزل، فممكن اخليها ما تفضيش قوي، لان اليوترس بيبقى صغير، فممكن عشان اشوفه احسن اخلي فيه شويه ايه يورين. فايدته ايه بقى ان انا افضي اليورينري بلادر؟ اول حاجه مينيمايز ديسكمفورت تو ذا بيشنت. متخيلين عيانه مزنوقه وانت دخلت البروب ولسه بقى هتبتدي تشتغل، هي اصلا عندها ديسكمفورت، يبقى اول حاجه تو مينيمايز ديسكمفورت تو ذا بيشنت. تاني حاجه تو برينج ذا يوترس اند اوفرز انتو ذا فيلد اوف فيو. يبقى انا لو البلادر مليانه هتزق اليوترس والاوفرز لفوق، مش هعرف اشوف. فلما البلادر تبقى فاضيه هتقرب لي اليوترس والاوفرز كويس، فاقدر ان انا اشوف. البروب شود بي ديس انفكتد. طبعا يعني احنا هنا في النساء هنا بيستخدموا على طول الجلوفز العاديه الخفيفه دي، طبعا يعني مش صح، لان هي سهله قوي انها تتقطع ويحصل كروس انفكشن، وهم ما بيعقموش بين عيانه للثانيه يعني. فافضل حاجه ان انا استخدم يا اما كاندوم جلوف، يا اما استخدم رابر جلوف واحد من الفينجرز بتاعته ادخلها واقفل عليها كويس واشتغل. مهم قوي بقى في التكنيك بتاع الترانس فاجينال ان انا وانا بشتغل احط كميه جل كفايه على البروب نفسه. في ناس فاكره ان احنا نحط الكوندوم ونحط بروب من بره، مش هتشوف حاجه. ليه؟ لان الاكتف اليمنت بتاع البروب هي عند التيب بتاعه، فلازم احط كميه جل كويسه قوي، وبعدين احط الكوندوم او الجلاف، وبعدين احط جل تاني. ده الطريقه اللي انا بدخل بيها الترانس فاجينال بروب اهو. لو احنا شايفين هنا دايما بيبقى فيه البروب بيبقى له نوب مكان الرايت،
ونوب ومكان الهاندل اللي انا بمسك بيه ايدي بلاقيها ليها يعني مكان. بالنسبه للترانس فاجينال بروب دي ده طبعا ترانس ريكتال لانه عدل بس مش مشكله شغال يعني خلاص. ببتدي وانا بدخل البروب ببتدي اول ما بشوف اليوترس ببتدي احرك ان الانترو بوستيريور بلفيك بلين. شايفين الطريقه اللي بحرك بيها ده بنسميه الانترو بوستيريور بلفيك بلين. لما بجيب عليه 90 ديجري بيبقى اسمه ترانسفيرس بلفيك بلين. يبقى الساجيتال بلين اللي انا كنت بقول عليه في الابدومينال اسمه في الترانس فاجينال الانترو بوستيريور بلفيك بلين، لان دايما هتلاقي حركه ايدي الى الانترو بوستيريور دايركشن. احرك لفوق يجي لي الفندس، احرك لتحت يجي لي السيرفكس او اليوترس. طبعا يعني لو احنا يعني بدنا نعمل ترانس فاجينال لكل الناس الترانس فاجينال افضل، لان هو بيبقى فيه هاي ريزولوشن بقدر ان انا اشوف الاندوميتريوم كويس الحاجات دي كلها. لكن في بعض الحاجات يعني ممكن امشي البلفيك، ولكن في بعض الحاجات لازم اعمل ترانس فاجينال. لو انا عندي ايرلي يعني فيرست وايرلي سكند تريمستر بريجننسي ديس اوردرز الافضل ان انا اعمل ترانس فاجينال عشان اشوف الفايابيليتي. اشوف فيه ساعات العينه بتبقى جايه ان هي حصل لها ابورشن وتطلع اكتوب، فمهم قوي ان اي عيانه عندها بليدنج في الايرلي تريمستر ان انا اعمل لها ترانس فاجينال. لو انا عندي ريتروفيرتد ريتروفلكس ديوترس، لو اي حد فيكم شايف الريتروفيرتد ديوترس بالبلفيك مش بنبقى عارفين هو فيه ليجن ولا لا، او يعني اليوترس مكعبل كده على بعضه، فالافضل ان انا ابص عليه بالترانس فاجينال. عيانه اوبيس بقى وفيها جازز فعلا وانا مش عارفه اشوف الادينكسال ريجن يبقى ممكن اشوفها بالترانس فاجينال بروب. عيانه جايه في اكيوت كونديشن جايه شاكين انها تكون رابتشرد سيست او اوفريان تورشن او ابندسايتس، مش هستنى بقى لما املى البلادر وبعدين اشوف فيه ايه، ممكن اعمل لها على طول ترانس فاجينال. كل الحاجات بقى الثيرابيوتيك دي طبعا بيعملها النسا، اللي هو الاوسايت ريترايفل لو في بلفيك ابسس واعمل له درينج، كل ده ممكن عن طريق الترانس فاجينال بروب. واستخدام البالسد والكالر دوبلر احسن برضو بالترانس فاجينال اكزامينيشن. كمان برضو من ضمن الفوائد بتاع ترانس فاجينال ان هو بيوريني بالظبط السورس اوف بين فين بالظبط. يعني انا لو انا بدخل البروب كده على ناحيه الرايت ادينكسا والعينه راحت اي لاي يبقى هنا في مشكله، يا اما في اكتوبيك تيوب اوفريان ابسس، في حاجه ريليتد للايه للكونديشن. البايوبسي جايدز احنا قلنا عليها. الديس ادفانتج بقى ان هو اي واحد بيبتدي يشتغل ترانس فاجينال بيبقى عنده كونفيوجن مع الاناتوميكال اورينتيشن، مش عارف الرايت فين واللفت فين، فدايما بيبقى فيه لاند ماركس بنحاول ان احنا نحط ايدنا عليها عشان نمشي مظبوط. فدايما اللاند مارك بتاعتي بتبقى اليورينال بلادر، وببتدي اشوف اليوترس مكانه فين بالظبط، البوزيشن، المكان الادينكسال ريجن، الحاجات دي كلها. ففي لاند ماركس معينه هي اللي بتساعد على ان ايه ما يحصليش كونفيوجن. تاني حاجه ان الليمتد فيلد اوف فيو زي ما احنا قلنا، لو عيانه عندها فايبرويد يوترس كبير قوي مش عارف اشوفه من تحت. لو عيانه والده سيزيريان سكشن اكتر من مره وحصل فايبروزس بيشد اليوترس والاوفرز لفوق، فبرضه ما بعرفش اشوفهم بالفاجينال اكزامينيشن احسن. تالت حاجه البروب كاليبر. Sometimes the probe caliber بيبقى painful to the patient، خصوصا البوست منيبوزال بيبقى عندهم اتروفيك فاجينايتس، فممكن يبقى painful، او عيانه الليبرا او الفاجينا الانترويتس بتاعها ضيق فممكن يعني يبقى فيه painful شويه. يعني ممكن هي مش مكتوبه في كتب بس هي يعني ممكن نستخدم لجنوكين، نستخدم اي حاجه ايه تعمل فوسنج واحنا بندخل البروب. نيجي بقى للترانس فاجينال اكزامينيشن. ادي احنا شايفين اهو ده الانترو بوستيريور بلفيك بلين. يبقى انا دخلت اول حاجه هشوفها اليوريناري بلادر، هلاقي اليوترس نايم على اليوريناري بلادر كده، ده مكان البروب اهو، ده الفاندس اوف ذا يوترس، وده السيرفكس. انا كده هجيب السيرفكس وبعدين ابتدي احرك البروب ان الانترو بوستيريور دايركشن، هيجي لي الفاندس اوف ذا يوترس، ده الاندوميتريوم. لو اشوف كمان ادي اليورينري بلادر، ده اليوترس، ده السيرفكس، وده الفاندس اوف ذا يوترس، وده هنا الاندوميتريوم بتاع اليوترس. هناخد كل الاناتومي ده، بس ده التكنيك في الاول ان انا ازاي بعتمد على وجود اليورينري بلادر على الشاشه هنا اهو. ببتدي الاقي اليوترس نايم عليها في النورمال انتي فيرتج يوترس. اللي ورا ده الفلويد اللي في القلب سال، ده اليورينري بلادر، ده اليوترس ال اس، وده فلويد ورا في الكالد ساك. فدي الكالد ساك بس عشان لما نيجي نتكلم بعد كده نعرف هي فين الدوغلاس باوتش.
يبقى اليوريناري بلادر ده اليوترس ال اس الفاندس والسيرفكس وادي الفلويد. البوزيشن الثاني ان انا بجيب عليه 90 ديجري فاجيب اليوترس تي اس. لما اجيب اليوترس تي اس عند الفاندس بتروح ظهر لي كده ايه لاين خط كده ده ايه الراوند ليجمنت او اليوتراين ليجمنت. خلاص فاليوتراين ليجمنت لو انا مشيت معاه لازم هيوصلني للاوفري في النهايه. لو مشيت مع اليوتراين ليجمنت هيوصلني للاوفري. في لاند مارك ثانيه للاوفري لما نيجي في الاوفري هنتكلم عليها اللي هي الايلياك فيسلز تبقى دايما لاترال للاوفري. لكن بالنسبه لليوترس ده ترانسفيرس سكشن ده المفروض فيه اقيس الترانسفيرس دايمتر اوف ذا يوترس. في بقى تكنيك ثالث اللي هو الترانسبرينيال. الترانسبرينيال يمكن يعني ما كانش له رول قوي من فتره لكن هو له رول في بعض الاحيان. فانا لما بحط البروب على البرينيوم من بره بشوف الاستراكشرز اللي فاتحه على البرينيوم اللي هم ايه اللي هم اليوريثرا والفاجينا والانال كانال. يبقى انا المفروض ان انا هشوف السيمسس تيوبس واشوف اليوريثرا والفاجينا والانال كانال. ايه بقى التكنيك الانديكيشن ان انا اعمل ترانسبرينيال التراساوند؟ حاجتين البلفيك فلور ديس اوردرز. في البلفيك فلور ديس اوردرز بقى سواء هي ريليتد لليورينري ان العينين اللي عندهم ارجنسي ونكتوريا ويورينري انكونتيننس وستريس يورينري انكونتيننس اللي هي ديس اوردرز اوف ذا يورينري كومبارتمنت. احنا عندنا في انتيريور كومبارتمنت اللي هي ريليتد لليورينري سيستم وفي ميدل كومبارتمنت اللي هي اليوترس والفاجينا وفي بوستيريور كومبارتمنت اللي هي الانال كانال الريكتم والانال كانال. فممكن يبقى في مشاكل ريليتد للثلاثه وفي الحقيقه المشاكل كلها بتبقى في الفيميلز اكتر عشان الدليفري عشان الايه الدليفري بتعمل لاكستي في الليجمنتس وبالتالي ممكن يلاقي فيه يوتراين برولابس ممكن يلاقي فيه ستريس انكونتيننس ممكن يلاقي كمان فيه انكونتيننس سيستوسيل وريكتوسيل. الحاجات دي كلها من الديس اوردرز بتاعت البلفيك فلور. طبعا هو الموست دايجنوستيك هو الام ار ولكن ممكن الالترا ساوند يديني كلو للدايجنوز ان انا عن طريق الميجرمنت اوف ديفرنت انجلز بقدر اقول ان العينه دي تمشي ايرج انكونتيننس تعمل يورو دايناميك ستاتش وتمشي في سكه بقى المسالك ولا هي عندها ستريس انكونتيننس وعندها مشكله في البلفيك فلور ماسلز. فممكن ان احنا نعملها ام ار ونشوف ايه التيرز اللي موجوده وايه المشاكل اللي موجوده. خلاص فيبقى اذا هنعتبر ان الترانسبرينيال الترا ساوند واحد من البرايمري موداليتيز اللي انا ممكن استخدمها في البلفيك فلور ديس اوردرز. نيجي للجروس اناتومي زي ما قلنا ده السيمسس بيوبس. احنا عندنا اي بون بتدينا الكورتكس بتاعها بيبقى هايبر ايكويك ووراها بيبقى فيه هايبو ايكويك نتيجه للشادوينج بتاع البون اللي موجود. فده منظر الايه السيمسس بيوبس. ده ساجيتال فيو ده منظر السيمسس بيوبس. دي اليوريناري بلادر بس فاضيه شويه وده اليوريثرا دي الفاجينا. اي تيبولر ستراكشر بيبقى جواه في وايت لاين اللي هو عباره عن الميكوزا بتاع الاستراكشر ده وعندنا الوول اللي هو بيبقى فيه ثيكنينج في الوول اوف ذات ستراكشر. الانال كانال بتبقى زي بقى الجي اي تي. احنا عندنا الجي اي تي كده مقلمه عندنا ميكوزا ماسكولاريز ميكوزا سب ميكوزا ماسكولاريز ميكوزا وبعدين الماسل بروبريا وبعدين السيروزا. فبنلاقي فيه 5 لايرز من جوه لبره هايبر ايكويك هايبو ايكويك هايبر ايكويك هايبو ايكويك هايبر ايكويك. فبتبقى كل الجي اي تي ستراكشرز كده. ودي برضه واحنا بنشتغل ترانس فاجينال واحنا بنشتغل بلفيك يعني احنا هتقابلنا كتير باول لوبس واحنا بنشتغل فالمفروض ان احنا نبقى عارفين هي ريليتد لايه بالظبط. دي في بقى ديفرنت انجلز يعني هي قصه طويله بتاعت الستريس انكونتيننس ان انا اقدر اقيس الانجل بين اليوريثرا وبين البلادر نيك وعندنا بقى ديفرنت ميجرز للبارتس دي فاقدر عن طريقها اقول ان العينه دي فعلا عندها ستريس انكونتيننس ولا ما عندهاش حاجه وممكن تكون دروز المسل انستابيليتي مثلا. فدي من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها. تاني انديكيشن ممكن نستخدمها للترانسبرينيال الترا ساوند في عينه فيرجن وعندها مثلا ماس ريليتد للفاجينا مش هيعرفوا يكشفوا عليها فممكن اعمل الترانسبرينيال الترا ساوند او عينه عندها اوبستراكتد
obstructed anomaly في اليوترس, سواء بقى فاجين, كل ده هنشوفه بعد شويه, الفاجين الاتريزيا والهيماتوكولبوس والهيماتوميترا, كل دول ممكن نعرف الليفل اوف obstruction فين بالظبط عن طريق الترانس بيرينيال التراساوند, لانه في الحقيقه معظمهم بيبقوا يعني نان مارد فيميلز, وان كان في بيبقوا مارد يعني هم عندهم برايمري امينوريه, لكن لو هي فيرجن المفروض ان انا بحط البروب بتاعي على البرينيال من بره خالص فاقدر اعرف فين الليفل اوف obstruction بالظبط. يبقى في الفيرجن وفي السسبكتد يوتراين انوميز. بيفضل عندي كمان الترانس ريكتال, يعني الترانس برينيال والترانس ريكتال برضو ممكن استخدمه في اي عيانه فيرجن عندها مشكله. يعني كان عندنا عيانه فيرجن وعندها 45 سنه وعندها تيومر في اليوترس واحنا مش عارفين نشوفه بالابدومينال ولا بالفاجينا لانها فيرجن, فممكن وقتها نعمل ترانس ريكتال التراساوند. الترانس ريكتال التراساوند سهل زي اللي بنعمله في النيل بالظبط, تخليها نايمه على جنبها الشمال وعامله proper flexion للنيز والثاي على الابدومين, وبدخل البروب وايل شي از سترينينج, لانه هي بتعمل سترينينج بتفتح السفنكتر فبقدر ان انا اشوفه كويس. يبقى نقول تاني بقى الاربعه تكنيكس اللي بستخدمهم في الالتراساوند, ترانس ابدومينال ده مينلي, وبعدين الترانس فاجينال, وبعدين الترانس برينيال والترانس ريكتال. دول الاربع حاجات اللي ممكن استخدمهم في الالتراساوند. الالتراساوند يوزنج اول ذيس ابروتشز بيديني اب تو, يعني مش عايز اقول اكتر من 95% من الدايجنوزس, ما احتاجش اذر موداليتي. يعني انا ينفع بالالتراساوند بس اشخص وما احتاجش اذر موداليتي. انا نشوف بقى حاله الاوفيريان سيست والفايبرويد, كل دول مش محتاجين فيردر اسسمنت باي اذر موداليتيز. نيجي بقى للسونوجرافيك اناتومي. النورمال سونوجرافيك اناتومي اليوترس, انا اللي فيه حاجات لازم اللي هي بعلق عليها في التقرير بتاعي, اليوتراين سايز, البوزيشن, الاندوميتريال لايننج, المايوميتريم, وبعدين السيرفكس والاندوسيرفايكال كانال. دي حطها لوحده عشان الناس بتنسى تبص عليه لوحده, لان السيرفكس والاندوسيرفايكال كانال ده انتيتي مهمه جدا. هو ممكن السيرفكس يبقى هو اللي فيه المشكله وانا ما اشوفوش لان هو تحت كده مستخبي, فمهم قوي ان انا لازم اعلق وابص على السيرفكس والاندوسيرفايكال كانال. نيجي اول حاجه اليوتراين سايز. اليوتراين سايز المفروض it varies with age and parity. اليوتراين سايز varies with age and parity. في الشايل بيرنج ايج المفروض النورمال دايمنشنز بتاعت اليوترس زي ما احنا شايفين كده, اللينس بتبقى 6 to 8 سنتيمتر. ادي ترانس ابدومينال التراساوند, دي اليورينري بلادر, ده اليوترس, ده الفاجينا, وادي السيرفكس, وادي اليوتراين بودي. ندخل كده, ده الاندوميتريوم, حواليه خط اسود, ده السب اندوميتريال هالو. اللي هو ايه السب اندوميتريال هالو؟ ده البيزل لاير بتاع الاندوميتريوم اللي هي ما بتبقاش شادد افري مانث, كل مانث يطلع الاندوميتريوم منها, هي ما بتبقاش شادد, ما بنقيسهاش في الميجرمنت, فبنقيس من الهايبر ايكوت لاين للهايبر ايكوت لاين بس. ده تي اس ترانسفيرس بوزيشن, برضو طالع منه الودنين اللي احنا قلنا عليهم اللي هما اليوتراين ليجمنت. وهنا ازاي بقيس الترانسفيرس دايامتر اوف ذا يوترس؟ يبقى هنا الانترو بوستيريور اللونجيتودينال دايامتر, الانترو بوستيريور دايامتر, والترانسفيرس دايامتر, دول الثلاثه دايامترز اوف ذا يوترس اللي انا المفروض اقيسهم. هو لازم اقيسهم الثلاثه؟ اه لازم اقيسهم الثلاثه. انا ممكن يبقى عندي الانلارجمنت اوف ذا يوترس في واحد من البلينز دي بس, ممكن عيانه عندها فايبرويد في اللاترال وول, فانا لو بصيت بس على ال اس هكتبها نورمال. عيانه عندها دوبليكيتد يوتراين كافيتي والترانسفيرس دايامتر اوف ذا يوترس كبير, لو انا خدت ال اس بس مش هشخصها, فانا لازم اخد التو بلينز اللونجيتودينال والانترو بوستيريور بلين والترانسفيرس بلين. يبقى اللينس فروم 6 تو 8 سنتيمتر, الانترو بوستيريور دايامتر 3 تو 4 سنتيمتر, والترانسفيرس دايامتر اباوت 5 سنتيمتر. ماشي؟ طب لو لقيت يوترس 12 سنتي فعيانه مالتيبرا بس المايوتريوم هوموجينس والاندوميتريوم نورمال والدنيا كويسه خالص والست ما بتشتكيش من حاجه خلاص, فبكتب بس ان هو بالكي يوترس, ان دكتور النساء هو بيحسه هو حاسه بالكي, فانا بكتب له انه بالكي بس هو نورمال, مفيش مايوتريال ليجنز, مفيش اي حاجه ايه تانيه. امال البوست مينيبوزال يوترس بقى يبقى شكله ايه؟ يرجع خالص للبري من يعني للبري بيبرتال يوترس, يبتدي يصغر ويبقى تيبولر ان شيب تاني,
ويحصل فيه حاجه بنسميها مايميتريال كالسيفيكيشن. شايفين الكالسيفايد سبوتس دي؟ ايوه. الاندوميتريا مش شايفاه خالص، يعني ممكن الاندوميتريا يبقى سترايب صغيره الكات اوف فاليو من 3 ل 5 مللي، لكن ممكن ما اشوفوش خالص. الكالسيفيكيشن ده فين بقى؟ بنشوفه كتير، يعني بنشوفه كتير في البوست مينوبوز. بيحصل فين الكالسيفيكيشن ده؟ في المايميتريا. فين يعني؟ في الفيسلز. يحصل في الاركود فيسلز. لما نشوف البرفيوجن بتاع اليوترس بعد شويه هنلاقي ان الاركود فيسلز دول بيبقوا موجودين بين الميديال 2 ثيرد والاوتر ثيرد اوف ذا يوترس اوف ذا مايميتريا. فخلاص اليوترس مهمته انتهت، فيبتدي يحصل فيه ديستروفيك كالسيفيكيشن. مش جاي، مش عايز بلط، مش شغال، فيبتدي يحصل فيه ديستروفيك كالسيفيكيشن. امال البري بيبرتال يوترس بقى بيبقى شكله ايه؟ ده شكل البري بيبرتال يوترس. يعني جات لنا بنت صغيره عندها 8 سنين وجايه تشتكي من اي حاجه ثانيه، المفروض ان انا هشوف اليوترس بهذا الشكل. ان انا بلاقيه تيوبولار ان شيب، بلاقي ان الكوربس للسيرفكس ريشيو 1 تو 1. بعد كده بيبقى الكوربس للسيرفكس 2 تو 1. وبيبقى الفندس تخين والسيرفكس رفيع. لكن في البري بيبرتال يوترس بيبقى كله ايه؟ حته واحده. كله تيوبولار ان شيب. امال الاندوميتريوم في الصغيرين بيبقى شكله ايه؟ بلاقيه برضو ثين لاين. بلاقيه ثين لاين، شايفين؟ ودي الفاجاين. فده النورمال بري بيبرتال يوترس. اما لو جات لي عيانه بقى عندها 17 سنه وما جايه قايله ايه يا خبر دي لسه 17 سنه ولسه ما فيش منسز جت، يبقى في الحاله دي انا هشخصها على انها ايه؟ انفانتايل يوترس. يبقى لو هو بري بيبرتال يوترس في سن كبير يبقى ده انفانتايل يوترس، وده اول واحد في الكلاسز اوف يوتراين انوماليز. ايه اول واحد في الكلاسز اوف يوتراين انوماليز؟ الاجينيسيس والهايبوبليزيا. يبقى اول كلاس هو الاجينيسيس، مفيش يوترس خالص، او الهايبوبليزيا. يبقى احنا كل ده في نمره واحد اللي هو اليوتراين ايه؟ سايز. اصغر من ست، بس افرض مثلا لقيته 5.5 في بنت لسه صغيره، يعني مثلا عشرينات او كده، طمش يعني. بالسيرفكس طبعا. الميجرمنت دي مع السيرفكس. اه من الفندس لحد اخر السيرفكس. ما انت شفنا على الصوره اهو. يبقى ده كله بالنسبه لايه؟ اليوتراين سايز. يبقى اليوتراين سايز، طب ده لو اصغر، طب لو اكبر؟ اكبر بقى هيدخلنا في ايه؟ في الباثولوجي اللي هو الفايبرويدز والادينومايوزس وكل الحاجه اللي بتكبر اليوترس. نيجي للبوزيشن. النورمال بوزيشن اوف ذا يوترس هو النورمال انتي فيرتد انتي فلكسد. شايفين هنا في دي الكاثيتر. الكاثيتر ده ايه؟ ده اللي بنعمل بيه السونو هيستروجرافي، وينفع نعمل بيه الهيستروسالبنجوجرافي. يبقى شبه الفولي، لكن بيبقى فيه زي جايد واير جوه بتخليه مور ريجيد، بحيث ان احنا لما ندخل يبقى سهل ان احنا ندخل في السيرفكس ويعمل بارتيشن على السيرفكس. وهنشوف صور للسونو هيستروجرافي بعد شويه. فده من ضمن التكنيكس اللي بنعملها اللي هو السونو هيستروجرافي، ان انا اعمل ديستنشن لليوتراين كافيتي، فاقدر اشوف اذا كان في بوليب، اذا كان في ماس انسايد ذا يوترس. يعني في بعض الناس قالوا ابتدى يعني نقول ان هو تيست فور تيوبال بيتنسي، ان انا لو لقيت الفلويد ده عدى من التيوبس يبقى التيوبس بيتنت. بس طبعا ما هياش دايجنوستيك برضو، لان يعني ممكن التيوب تبقى بيتنت وتبقى ان هيلثي. ده ريتروفيرتد ريتروفلكس يوترس. ده برضو ديفرنت بوزيشنز اوف ذا يوترس. يبقى ده نورمال انتي فيرتد انتي فلكسد. انتي فيرتد يعني نايم لقدام على اليورينري بلادر، انتي فلكسد يعني في انجل بين السيرفكس وبين اليوترس. دايما في انجل بين السيرفكس وبين اليوترس. لو الانجل دي بقت رجعت لورا بقى ريتروفلكس. وده الريتروفلكس بقى بنشوف كتير في مين؟ في العينين اللي والدين سيزارين، لان بيبقى السكار عند السيرفايكو كوربوريال جانكشن. فلما تشد السكار على اليوترس يحصل له ريتروفلكشن. او ان انا ممكن الاقيه بس ريتروفلكس دي مع السيزارين، او ان انا الاقيه ريتروفيرتد ريتروفلكس. هل في فايده ان انا اكتبه؟ هو طبعا كان زمان في اعتقاد قوي انه الريتروفيرجن ممكن يكون واحد من اسباب الانفرتيليتي او واحد من اسباب الايه؟ الابورشن.
لكن دكاتره الناس دلوقتي بيقولوا ان هو ملوش يعني ملوش اي سبب، لانه في كتير قوي من الناس نورمال وماشيين كده عادي يعني مفيش مشكله. فبس يعني احنا بنكتبه بس عشان ده كدوكيمنت البوزيشن بتاع اليوترس فين بالظبط. لا ده انا بوريك الديفرنت ستيجز يعني لكن ممكن الاقيه كده يعني هو في النص اللي هو انتي فيرتد ولا انتي فليكس. ده هقول عليه 100 بوزيشن يعني ريترو فيرجن 100 بوزيشن يوترس مش موجود، لان الريترو فليكشن ده جريدز يعني هما في بيقسموه جريدز جريد 1 و 2 و 3 3 بقى اللي هو بص لورا ده خالص هو ده جريد 3 اهو. ده هنا ده ابدومينال لكن البلادر فاضيه، لكن باين ان اليوترس هنا ريترو فيرتد. وده الكلام اللي بقوله لكم ان الريترو فيرتد يوترس انا البوستيريور وول اوف ذا يوترس هنا مش عارفه اشوفها كويس، فالاحسن ان انا اعمل له ترانس فاجينال. ده برده ريترو فيرتد ريترو فليكس يوترس، شايفين الفندس هنا برده مش شايفاه كويس خلاص. ده برده ريترو فيرتد اهو، ده اللي عامل زي ميت بوزيشن ريترو فيرتد يوترس في اي يو دي اهو بريزنت ان سايتو. ده النورمال اي يو دي، المفروض النورمال اي يو دي يبقى ما يزيدش عن 5 مللي من الفندس بتاع الاندوميتريوم. اندوميتريوم اهو، وده الفندس بتاع الاندوميتريوم المفروض ما يبقاش اكتر من 5 مللي من الفندس اوف ذا اندوميتريوم، والا هيبقى ديسبليسد. يعني انا اوقات بلاقيه جوه اليوترس لكن الاقي مثلا بينه وبين الفندس 2 سم، ده ممكن يحصل بريجننسي اون توب. فمهم قوي لو هو ديسبليسد بكتب الديسبليسمنت قد ايه من الفندس اوف ذا اندوميتريوم. في ناس بتقيس الفندس اوف ذا مايميتريوم، طب لو العينه عندها فايبرويد او عندها المايميتريوم سيك يبقى الاحسن ان انا اقيس للكافيتي، والكافيتي بعرفها بايه بالاندوميتريوم. فانا هقيس الفندس اوف ذا اندوميتريوم المفروض ان هو يبقى 5 مللي 5 مللي للفندس اوف ذا اندوميتريوم. ادي اخر اللوب اهو وادي اخر الاندوميتريوم اهو، فالمفروض البوزيشن ده ما يزيدش عن 5 مللي. صعبه نعم صعبه. صعبه ازاي؟ انا ايه السبب من الاندوميتريوم يا رب؟ يعني ايه صعب ان انا اشوف الاندوميتريوم؟ ما انا شايفاه اهو، ما هو ده المايميتريوم وده الاندوميتريوم. نوريها لكم على الاندوميتريوم، خليها هوريها لكم على الاندوميتريوم. هو ليه مش شغال؟ مش عارفه. هو ده برضه ريترو فيرتد يوترس. يبقى احنا خلصنا كده السايز لا مش مشكله، المهم بس انه ما يبقاش ديسبلاي. هنكتبه بنتريتد ونوصف بقى مكانه فين بالظبط. للوب نفسه. طيب احنا خلصنا كده السايز اوف ذا يوترس والشيب والبوزيشن اوف ذا يوترس. قبل ما ناخد الشيب اوف ذا يوترس ناخد حته كده صغيره عن الامبريولوجي اوف ذا يوترس اوف ذا مالاريان سيستم. ليه بقى؟ لان هو الشيب يساوي يوتراين انومالي، النورمال شيب يساوي يوتراين انومالي. ريجاردنج الامبريولوجي بنقول ان الفيميل ريبرودكتيف سيستم ديفلوب فروم ذا مالاريان داكتس، تو داكتس ذات اوريجينيت ان ذا امبريونيك ميزودرم لاترال تو ايتش وولفيان داكت. انا عندي في الولفيان داكت دي اللي هي بتعمل الميل اورجنز اللي هي بتعمل الباز والسيمينال ديسكس، وفي المولاريان داكتس عشان كده بيبقى فيه ولفيان داكت ريمينانتس، ودي اللي بيطلع منهم البارا اوفيريان سيست. واحنا بنتكلم المولاريان داكتس بتبتدي تبقى بيرد في اول ما بتبتدي تبقى بيرد، بعد كده بيبتدي يحصل المور كفالت بارت اوف ذا داكت، يعني المور كرينيال بارت اوف ذا داكت بتفضل بيرد زي ما هي وبتكون الفالوبيان تيوبس. لكن الكراين كافيتي نفسها بتبتدي بعد كده تحصل لها فيوجن، ده بنسميه لاترال فيوجن. بنسميه ايه؟ لاترال فيوجن، ان انا بعد ما كانوا اثنين كافيتي يتقفلوا ويبقوا كافيتي واحده. القفل ده بيحصل من ايه؟ من بره لجوه. يعني الاول مايميتريوم يبقى فيوزد وبعدين الكافيتي تبقى فيوزد فروم انسايد. خلاص؟ وده اللي بيعمل لي الديفرنت ستيجز اوف يوتراين انومالي اللي هم البايكورنوت والستيت والدايدلفس. لو فضلوا سيباريتد كومبليتلي خالص ده دايدلفس، ابتدى يحصل فيوجن بس الفيوجن ما كملش
يعني اليوترس بقى شكله كده، احنا بنقول عليه الفيجر اوف 8، ده بقى الباي كورنال يوترس. حصل فيوجن على مستوى المايوميتريوم، لكن فضل اليوترس السيستم اللي جوه نون ريزوربت، ده بقى فتيت يوترس. فعشان كده احنا بنسمي كل الانوماليز دول دوبليكيتد يوتراين انوماليز. يمكن ترشا تقولها لكم المره الجايه في الهيستروسالبنجكت دوبليكيتد يوتراين انوماليز. يبقى البيرد موليريان جرو ان ذا ميديال اند ذا كودال بورشن. الموست فاليك بورشن اوف ذا داكت هتعملي الفالوبيان تيوبس، والاذرز هيبتدي يحصل لهم لاترال فيوجن. لحد فين؟ لحد الابر تو ثيرد اوف ذا فاجينا. امال اللور ثيرد اوف ذا فاجينا بقى بيتكون ازاي؟ بيتكون من اليوروجينيتال ساينس. يبقى اللور ثيرد اوف ذا فاجينا امبريولوجيكالي مختلف عن الابر تو ثيرد، بيتكون من اليوروجينيتال ساينس. وبعد كده السبتم اللي موجود بينهم ده يختفي، اللي احنا بنسميه فيرتيكال فيوجن. يبقى اللاترال فيوجن اللي هو بيحصل بين التو موليريان سيستم، الفيرتيكال فيوجن اللي هو بيحصل بين اليوروجينيتال ساينس وبين الموليريان سيستم. عشان كل خطوه من دي يحصل فيها ديفكت تعمل لي الايه؟ الانوماليا. فلو حصل ديفكت في ريزوربشن اوف ذس سبتم يتكون لي ترانسفيرس فاجينال سبتم والحالات الفاجينال اتريزيا، بتعمل لي الاوبستراكتد يوتراين انوماليز. الاوبستراكتد يوتراين انوماليز، الاوبستراكتد يوتراين انوماليز اوحش بكتير من الدوبليكيتد يوتراين انوماليز. الدوبليكيتد انوماليز يعني ابارت من السكتيت اللي هو لو في مشكله جامده، لكن معظم الدوبليكيتد يوتراين انوماليز العينه بتبقى فيرتايل ما عندهاش اي مشكله. لكن الاوبستراكتد انوماليز العينه عندها مشكله جامده جدا، لو الاوبستراكشن ده ما بقاش ريليفد ايرلي بتبتدي يحصل لها pelvic adhesions واندوميتريومز، لانه بيحصل ريتروجريد بلاد فلو وبالتالي بتحصل لها مشكله. خلاص، يبقى الكلوز ديفلوبمنتال ريليشن شيب بين الموليريان والولفيان داكت دي مهمه، لان عشان كده بيبقى فيه فريكوينت اسوشيشن بين الفيميل جينيتال سيستم انوماليز وبين اليورينري تراكت انوماليز. يبقى فيه اسوشيشن بين الفيميل جينيتال سيستم انوماليز واليورينري تراكت انوماليز. يعني عادة ممكن نشوف العين اللي عندها مثلا دوبليكيتد يوتراين كافيتي، ان انا الاقي عندها رينال اجينيسيس او بلفيك كيدني، ويمكن لما نشوف حالات ان شاء الله كتير في حتى في الام ار هنلاقي ان هي كومن اسوشيشن بين اليورينري انوماليز. عشان كده دايما في حالات البروتوكول بتاع البلفيك ام ار في الانوماليز، ان انا بعمل يعني زي ما بعمل بلفيك بعمل كمان ابدومينال كاتس تي 1 وتي 2 عشان اشوف اليورينري انوماليز بريزنت. زمان كنا بنقسمهم التقسيمه دي اللي هي من كلاس 1 لكلاس 7. اول تقسيمه دي كان من سنه 88 اللي هو كلاسيفيكيشن اوف يوتراين انوماليز، بنقسمهم من كلاس 1 لكلاس 7. كلاس 1 اللي هم الهايبيزيا والاجينيسيس، وبعدين اليونيكورن والتيوترس، وبعدين الدايداليفس، وبعدين البايكورنوت، وبعدين السبتيت، وبعدين الاركوت. لان الاركوت ده ماينور ديجري بقى اوف ديس فيوجن، يعني يا دوبك بس الفاندس بتاعه بيبقى وايد شويه. وبعدين اخر واحده دي ما بقناش نشوفها كتير، الامهات اللي كانوا بياخدوا استروجين في اثناء البريجننسي ذير فيتاسز بيحصل لهم حاجه اسمها دايسايل ستيلبستيرول انومالي. يبقى اليوترس بتاعهم تي شيبد، وطبعا بيبقى عندهم انفيرتيلتي وانفانتايل يوترس. لكن في الحقيقه ما بقاش حد يدي يعني استروجين في اثناء البريجننسي، فما بقناش نشوف الانومالي دي قوي. في بقى موديفايد، يعني احنا دايما يعني احنا يعني المفروض دراسات عليا، فالمفروض احنا نبقى دايما ابديتد. فهو الابديت بقى بتاعهم دي كانت سنه يعني 2000 تقريبا، ده عمل موديفيكيشن للكلاسيفيكيشن بتاع الموليريان سيستم. وانا شايفه ان التقسيمه دي افضل بكتير، ان هي مقسماهم اكوردنج للايثيولوجي، للحاجه اللي حصلت، المشكله اللي حصلت. فقسم كلاس 1 اللي هو ديس جينيسيس ما تكونوش خالص، يبقى كلاس 1 ديس جينيسيس اوف ذا ماليريان سيستم. الكلاس ده بيبقى فيه اجينيسيس اور هايبوكليزيا اوف ذا ماليريان داكتس، وده اللي بنسميه الماير روكوتينسكي هاوسر سيندروم. اول واحد وصفه اسمه ماير روكوتينسكي كاستر هاوسر سيندروم. This syndrome بيبقى معاه agenesis of the uterus, cervix والupper two-thirds of the vagina أو الupper portion of the vagina. يبقى فيه agenesis of the uterus, cervix والupper portion of the vagina. لكن الأوفرز بيبقوا normal، يعني في العينين دول الأوفرز بيبقوا normal.
كلاس 2 بيبقى فيهم ديس اوردرز اوف ذا فيرتيكال فيوجن، ودول هنحط فيهم مين؟ فيرتيكال فيوجن، هنحط فيهم الاوبستراكتد انوماليز. يبقى ذيس انوماليز ديو تو فيلير اوف فيوجن اوف ذا موليريان سيستم مع الساينو فاجينال بلب. يبقى في ديس اوردر اوف فيوجن مع الموليريان سيستم مع الساينو فاجينال بلب، ان انكلود سيرفايكال ديس جينيسيس. ساعات السيرفكس يبقى هو نفسه ديس جينيتيك، فبنسميها سيرفايكال ديس جينيسيس، اوبستراكتيف اور نون اوبستراكتيف ترانسفيرس فاجينال سيبتم. وممكن الترانسفيرس فاجينال سيبتم يبقى نون اوبستراكتيف، ساعات بيبقى فينستريتد، يبقى فيه فورم بس يبقى موجود. فالعينه ما يجيلهاش برايمري امينوريا لكن هيعمل لها مشاكل بعد كده. فترانسفيرس فاجينال سيبتم ممكن يكون كومبليتلي ابليتريت وممكن يكون فينستريتد زي الهايمن. فدي الايه الديس اوردرز اوف ذا فيرتيكال فيوجن، يبقى ده كلاس 2. كلاس 3 ديس اوردرز اوف ذا لاترال فيوجن، ما حصلش ايه لاترال فيوجن، وده هيديني الدوبليكيتد او بارشلي دوبليكيتد يوتراين كافيتي. انا ممكن الاقي فيه سبتيت والاقي فيه سب سبتيت، واوقات الاقي السبتم واصل لتحت خالص للفاجينا. فالديستنس بتاعت السبتيت والسب سبتيت والبايكورنت بتختلف على حسب الفيوجن واقف فين. ممكن الاقي بايكورنوت يوترس وسنجل ايه بايكورنوت يونيكولس سيرفكس واحد، وساعات الاقيه بايكورنوت بايكولس، وساعات الاقيه بقى دايدالفس كله سيباريتد سيرفيسز، تو سيباريتد سيرفيسز وتو سيباريتد يوتراين كابس. كلاس 4 انيوجوال كونفيجريشن اند كومباينيشن اوف ذيس ديفكتس، وده بقى الايه الاشهر الاكثر يعني بنشوف ان هو يبقى فيه مثلا دوبليكيتد يوتراين كافيتي وترانسفيرس فاجينال سيبتم في واحد فيهم، فناحيه تبقى اوبستراكتد وناحيه ما تبقاش اوبستراكت. ودول الحالات دي بقينا نشوفها كتير جدا، ما اعرفش ايه السبب يعني. بس نبتدي باول كلاس كده، هو اول كلاس سواء في التقسيمه دي او التقسيمه دي اللي هو اليوتراين اجينيسيس. ايه بقى المهم ان انا لما الاقي يوتراين اجينيسيس ما عنديش يوترس؟ يبقى اول حاجه ما عنديش يوترس، دي اول حاجه شفتها. ابتدي ادور بقى، طب انا ما عنديش يوترس، طب ايه الجونادز اللي موجوده؟ خلاص هي يعني العينه غلبانه جدا ما عندهاش يوترس، عمرها ما هتخلف، بس على الاقل يعني هتتجوز، ممكن تتجوز. فيبقى لازم اشوف الفاجينا دي يعني حجمها قد ايه علشان ممكن اعمل لها ريكونستراكشن بحيث انها تبقى في ميل، وصحيح ما عندهاش يوترس. والحاجه الثانيه اشوف الجونادز اللي عندها ليه، هو ممكن تكون جونادز غير الاوفرز. يبقى انا في الحاله دي ده ترانسبرينيال الترا ساوند اهو مبين لي هنا ايه، دي اليوريثرا والفاجينا بلايند باوتش، شايفين الفاجينا ده الميكوزا اللايننج بتاعها واخرها بلايند، فدي بلايند فاجينال باوتش. بقيس بقى الديستنس قد ايه، عاده بتكون لا بلايند يعني مقفوله ما مش مكمله مع حاجه فوق، في تيوب في تيوب. مش عايزه اقول لك العين دي كانت مرض، كان عندها 33 سنه ومرض وبقى لها يعني كانت يعني موهمه الناس ان هي عجلها منس يعني الناس المصريين دول غراب يعني. طبعا لما بصينا بقى على الجونات لقيناها ان هي عندها اوفرز، هي طبعا بما ان عندها 33 سنه الاوفرز ما فيهاش فوليكلز قوي، ادي بوث اوفرز اهو. يبقى العينه دي خلاص يوتراين اجينيسيس اللي هي ماير روكاتينسكي سيندروم، تمام. نيجي العينه الثانيه دي، شايفين فينوتيبيكالي فيميل كومبليتلي كومبليت فيميل جينيتاليا، كان عندها ويل ديفلوب بريستس اند شي واز مارد يعني بالصدفه يعني كمان. بس هنا مفيش يوترس، ده اليورينري بلادر، there is no uterus، في فاجينا وفي ايه تاني بقى، وعندها testicles وعندها prostate وعندها seminal vesicles وعملت كاريوتايبنج طلعت اكس واي، دول اللي احنا بنسميهم ايه بقى، كنا زمان بنسميهم التستيكولار فيمينايزيشن سيندروم، ان هم عندهم تيستيكلز بس التيستيكلز دي مش شغاله، احنا بنسميه اند اورجان نون ريسبونسيف، ما اشتغلش. فالايه اللي شغال عندهم؟ الاستروجين. احنا عندنا لحد البيوبرتي اللي شغال في الميل والفيميل الاستروجين، عشان كده تيجي يجوا الولاد حتى عند سن البيوبرتي يبتدي يحصل لهم شويه جاينيكوماستيا
وتلاقيهم يعني واخدين في مناين ابيرنس كده لحد الايه ما يبتدي بقى يخنشروا ويكبروا يعني. فدول اللي هم شغالين تحت الافكت اوف استروجين. فالناس دول تحت الافكت اوف استروجين يتكون لهم فاجينا اللي هي من السينو فاجينا البلب، ويتكون لهم بريست، بس بريست زي بتاعه الميل جاينيكوماستي، بريست في داكتس لكن هو مش فيهوش تبيوز يعني هي مش في ميل، وبالتالي تبقى عندها ويل ديفلوبد بريست وبيبقوا حلوين يعني اندر ذا افكت اوف استروجين بيخليهم يعني في مناين خالص يعني، ومع ذلك بيطلعوا ميلز. ده اللي بنسميه بقى النيو الاسم الترمينولوجي اللي هو بنسميه اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم. طبعا مهم قوي قوي ان انا ابص على الحاجات دي يعني، ما افتكرش انه يعني حتى يعني انا زمان ما كنتش في دماغي الا لما شفت حالات، لكن لما شفنا حالات طبعا مهم قوي ان انا اشخص حاله زي كده. ليه؟ عشان العيله دي عندها يعني عندها بري كانسرس ليجن، عندها بري كانسرس تيستيكلز، التيستيكلز اللي موجوده جوه الابدومن او جوه الكنال دي بري كانسرس. انا شفت عيان طبعا احنا عندنا طبعا يعني للاسف يعني الجهل والفقر والمرض بيجيبوا بقى من اقاصي الصعيد وكده، فالحاجات دي بالنسبه لهم الامبيجو جينيتاليا والحاجات دي طبعا عيب يعني، فيعني بيدفنوهم كده. فجالي مره هو ميل وعنده بيفيد سكروتم فافتكروه في ميل وعايش طول عمره على انه في ميل، وعنده بقى عند السند التستيكلز وجاي بايلاترال فوكال ليجن في التستيكلز بايلاترال سيمينوما. فدي دي دي طبعا مهمه جدا ان انا اشخصه، بس هم قالوا ان سايكولوجيكال ان احنا المفروض دونت انفورم دي، طبعا هنقول لاهلها يعني بس دونت انفورم ذات جيرل انها بوي، ان هي هتعيش طول عمرها جيرل، هي كله جيرل ما عدا ان هي ما عندهاش يوترس، فهي ممكن تعيش جيرل برضه وما عندهاش يوترس كانها يوتراين اجينيسيس، بس يشيلوا لها التستيكلز اللي موجوده بري كانسرز. نعم هي فينوتيبيكالي في ميل، فينوتيبيكالي كومبليتلي في ميل، انت سمعتش القصه اللي انا قلتها دي كلها، هي فينوتيبيكالي في ميل اندر ذا افكت اوف استروجين. التستيكلز مش شغاله ما بتشتغلش ما بتطلعش تستوستيرون، فبما ان ما عندهاش تستوستيرون فبالتالي هي في ميل فينوتيبيكالي. والاكس واي الطيب بتاعها بيبقى اكس واي. ناخد بقى ندخل على الكلاس اللي بعد كده اللي هو الدوبليكيتد يوتراين كافيتي. دوبليكيتد يوتراين كافيتي مهم قوي في الدوبليكيتد يوتراين كافيتي بالالترا ساوند ان انا افرق هي ستيت ولا بايكورنوت ودايدلفس، لان البايكورنوت والدايدلفس ما بنعمل لهمش حاجه. الستيت اوقات كتير طبعا بيحتاج الانترفنشن ان احنا ندخل نشيل السبتم ده. الكلول الدايجنوزز ايه؟ الهيسترو از نون سبيسيفيك خالص خالص خالص. يعني زمان كنا بنقول بنشوف الانجل بين التو هورنز، لو لقينا الانجل دي مور ذان 90 ديجري مع الواي كورنت وليس ذان 90 ديجري مع الستيت، مع البراكتس لقينا ان هي ما هياش دايجنوستيك برضه. ممكن يكون المايوميتريم في الستيت سيك قوي فيديني الانجل دي وايد برضه. فيبقى الافضل كتير ان انا اعمل الترا ساوند، خصوصا طبعا لو انا عندي 4 دي و 3 دي الترا ساوند، او ان انا اعمل ام ار اي. يبقى اذا الدايجنوستيك للحالات دي يا اما اعمل الترا ساوند بال3 وال4 دي يا اما هعمل ام ار اي. ده 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 المنظر من هنا، هي هنا 90 ديجري بالظبط، لا انا عارفه هي سبتيت ولا انا عارفه انها بايكون. لما ابص بقى على الالترا ساوند اول حاجه هشخص ان هي دوبليكيت. طبعا لازم الترانسفيرس بوزيشن، لازم الترانسفيرس، لان ال اس عمري ما هشخص منه. انا ممكن لو جيت بالال اس هجيب 1 كورن كامله وما اشوف الثانيه ما اشوفش الثانيه، فلازم اخد تي اس. يبقى في تي اس اول حاجه يعني عيني هتلاحظها ان انا عندي فيه انكريز ترانسفيرس دايامتر اوف ذا يوترس. يبقى اول حاجه هفكر فيها انه في انكريز ترانسفيرس دايامتر اوف ذا يوترس. تاني حاجه هلاقي فيه ايه بقى؟ تو سيبريت اندوميتريال ايكوز، تو سيبريت اندوميتريال اكس. يبقى دي تاني حاجه الاقيها، ده اندوميتريوم وده اندوميتريوم وبينهم ثيك مايوميتريوم بريزنت، فده ثيك سيبتم. يعني السيبتم ممكن يكون ثيك عباره عن مايوميتريال تيشو، وممكن يكون ثين عباره عن فايبرس سيبتم. دي برده المفروض ان انا اعلق عليها في السونار، لانه الثين سيبتم ده سهل قوي ان هو يدخل بالهستروسكوب ويشيله،
لكن السليك سيبتم ده محتاج طبعا ايه، ممكن يحصل بليدنج جامد، يحصل فايبروزس، فمحتاج طبعا هو يبقى عارف سمك السيبتم ده قد ايه. بعرفه كمان بالدوبلر، ان انا لما احط دوبلر والاقي فيه هاي فاسكولاريتي بين ذا سيبتم ده، مع ان هو مايوميتير سيبتم ما هواش فايبر سيبتم، فيبقى الدوبلر مهم كمان في الحالات دي. لكن احنا شايفين في السبتيت اليوترس بقى من بره الكونتور بتاعه سموث وان يوترس، لكن من جوه مقسوم، ده هو السبتيت. بعكس البايكورنوت، البايكورنوت اليوترس كمان من بره مقسوم، وده اللي بقول عليه الفيجر اوف 8 ابييرنس. الفيجر اوف 8 ابييرنس يعني في اندنتيشن كمان من بره، ده مع البايكورنوت. مش عارفه الفيديو مش راضي يشتغل ليه. نعم. ده ايه؟ سبتيت. انا هوريك اشكال تانية. لا مش باي كورنوت عشان ما فيش انديتيشن من البره. مفيش اندنتيشن على المايوتريوم. انا هوريكم حاله ثانيه، هوريكم حالات ثانيه. خلاص مش مشكلة، هوريهولكوا بقى المرة الجاية. ده ماشي. بصوا ده سبتيت المفروض ان هو فيه برضو تو اندوميتريال ايكوز، والسيرفس من بره سموث، شايفين السيرفس من بره مفيش اندنتيشن خالص، وهنا برضو بالدوبلر في بلاد فلو موجود ان بتوين، لكن السبتم اصغر شوية من السبتم بتاع الحالة اللي فاتت. نعم دكتورة دوريجا. خلاص هخلص 5 مينتس، هنخلص اليوترين انوماليز بس ونقف عليها وان شاء الله نكمل الاربع دقايق. ده سبسبتيت اهو، شايفين هنا في سبتم بين التو اندوميتريال ايكوس، مفيش بوستيريور، مفيش اندنتيشن من الفاندس اوف ذا يوترس، لكن هنا في لما اعمل 4 دي بقى يتضح ان السبتم ده مش كامل، ده سبسبتيت بس، يبقى في سمول سبتم arising from the fundus of the uterus، فده بس سبسبتيت. شايفين ده pregnancy، ده سبتيت يوترس، في كافيتي موجوده لوحدها هنا، والكافيتي الثانيه فيها فيتس، ودول بيبقوا مشكله شويه ان هم دول اللي بيحصل لهم ابورشن. يعني العيانه دي مثلا اول مره she delivered in the seventh month، وثاني مره حصل لها ابورشن، فدي مشكلتهم. عشان كده احنا بنشوف في البراكتس السبتيت اكتر من البايكورنوت، لكن هو البايكورنوت اكتر، بس هو مش بيبان لانه ما بيحصلش منه مشكله. اوقات تجي لنا عينه ونكتشف انها بايكورنوت، وتكون العينه مثلا والده 3 مرات قبل كده فما عندهاش اي مشكله. ده بقى البايكورنوت، شايفين الفرق؟ فيجر اوف 8 تو سيبريت هولز، فده بايكورنوت يوترس، في برضه تو سيبريت اندوميتريال ايكوس، يبقى ده هنا باي كورنوت.
العائله دي برضو كان عندها obstructed، مش عارفه ليه البنتيوز مش شغاله، هو جيل عندها كمان هيماتوكولبس، عندها هيماتوكولبس شايفين هنا، ده برضو باي كورنوت، او ده بقى كمان باي دالفس لان عنده تو فاجينا، شايفين تو فاجينا، واحده منهم ديستندد والثانيه يعني العينه دي ساعات ما بيجيلهاش برايمري امينوريه لكن بيجيلها بعد كده بلفيك بين من الابستراكتد اذر سايد، فهي عندها واحده فيهم شغاله وواحده ابستراكت. يبقى اذا الديفرنشيشن بين البايكونوت والستيت ان الالترا ساوند كان ديمونستريت تو سيبرت اندوميتريال كافيتس، بس مهم قوي ان انا عشان افرق بينهم ان انا اشوف اذا كان في كونكيف فاندل اندنتيشن اور نوت. لو لقينا في فاندل اندنتيشن اكتر من 1 سنتيمتر يبقى ده بايكونوت، لو اقل من 1 سنتيمتر ده تمشي مع الستيت. تاني حاجه ان انا هلاقي في انكريز انتر كورنوال ديستانس بين التو كورنز اوف ذا يوترس اكتر من 3.5 سنتيمتر، يبقى دي برضو مع الدوبليكيتد تراين انوماليز، واكتر مع البايكورنوت يوترس. ال 3 دي الترا ساوند از امبورتنت ان ذا دايجنوزيس اوف ذيس كيسز اللي هي الدوبليكيتد تراين انوماليز. طبعا ممكن بس يحصل يونيكورنوت يوترس، يبقى ناحيه بس اللي كانت ديفلوبت والثانيه يا اما كومبليت اجينيسيس مش موجوده، يا اما بيبقى فيها رودمنتري هور، يا اما كومبليت اجينيسيس يا اما بيبقى فيها رودمنتري هور. فيبقى هنا ده يونيكورنوت يوترس، يبقى وان نورمالي ديفلوبد مولريان داكت وال ذا اذر كونترالاترال داكت از هايبوبلاستيك اور ابسنت، يا اما هايبوبلاستيك ودي اللي بسميها يونيكورنوت وذ رودمنتري هورن، يا اما كومبليتلي ابسنت. ده يونيكورنوت يوترس، ده اندوميتريال كافيتي. ده الاركود بقى، الاركود ده مشكلته انه ممكن بيبقى سمول معلش انا ما قلتلكوش، ده اليونيكورنوت يوترس اهو بالالترا ساوند هشوفه ازاي، هو نص يوترس وبالتالي هلاقي فيه فاندل تيبرنج، شايفين الفاندس ده المفروض يكون راوند كده صح، هو في تيبرنج للفانكس، حتى في لما في الام ار بنقول عليه بنانا شيب يوترس، بقول عليه بنانا شيب يوترس في الام ار، فده اليونيكورن يوترس. مهم قوي ان انا اتاكد ان اليونيكورن يوترس ده ما يكونش ايكورن اوف انذر باي دالفس، يكون في واحد تاني وما حصلوش اوباسيفيكيشن لان هي عندها تو سيرفايكال اوبننجز، فلازم وانا بشتغل لو لقيت يونيكورن اتاكد ان هي ما يكونش عندها واحد تاني. خلاص نعم بالسونار والام ار بقى طبعا لا الاهميه بتاعته مهم جدا، ان هو هي بتبقى نون فانكشنينج لكن ممكن يحصل فيه بريجننسي يحصل فيه اكتوبيك بريجننسي في الدومينتري هورن ده، وبالتالي يا اما يحصل له رابتشر يا اما العينه يحصل لها ابورشن. يعني العيانه اللي فاتت دي كان عندها رودومنتري هورن وشالوها سيرجيكال، يعني حصل لها بريجننسي ان ذات رودومنتري هورن، لو احنا دققنا هنلاقي في سكار هنا مكان السيزاريان سكار شالوا فيها الرودومنتري هورن ده، فمهم ان انا اقول هو يونيكورنوت بس ولا يونيكورنوت وذ رودومنتري هورن. الى جانب ان انا وانا بشتغل وانا بعمل الام ار هلاقي فبقى عارفه ان ده سمول هورن، انا ما اقولش عليه فايبرويد مثلا، هو ده سمول هورن. نعم دي طبعا تيوب ولا طالعه بالجسم؟ لا دي تيوب، دي تيوب بس ابستراكت. تيوب على الناحيه الثانيه؟ لا تيوب لفه، هي تيوب واحده، هي اليونيكورنوت عنده تيوب واحده. ما هو التيوب الثانيه ما اتكونتش اساسا، هو عنده تيوب واحده بس. الاركوت اهو، مشكله الاركوت ان انا ممكن في التو دي العادي اتلخبط. لو انا الكات بتاعي في السونار جه عند الفندس قوي هحس ان هو تو دوبليكيتد كارت، لكن بالفور دي هلاقيه ان هو اركوت يوترس، شايفين الانتر كورنوال ديستنس بس زياده قوي، لكن ده ما عندوش اي سيجنيفيكانس، يعني ما بيعملش يعني مشكله وما لوش اي سيجنيفيكانس غير ان هو بيبقى بس في انكريز ترانسفيرس دايمتر اوف ذا يوترس. فيبقى الحاجه الوحيده ان انا هلاقي انكريز ترانسفيرس دايمتر اوف ذا يوترس، لكن هو لا بيعمل ابورشن ولا بيعمل اي انفيرتيليتي بروبلمز ولا اي حاجه. الاوبستراكتد يوتراين انوماليز بقى ان انا الاقي فيه حاجه عامله اوبستراكشن اللي هم الديس اوردرز اوف فيرتيكال فيوجن،
هم مش شغالين، فخليهم بقى المره الجايه. مش عارفه ليه الفيديو فيه مشكله الظاهر على الكمبيوتر، فالمره الجايه ان شاء الله نبتدي بقى من اول الابستراكت الانوماليز تاني. ذاكروهم بقى كويس، والمره الجايه نشوف كذا حاله كده. يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله هنكمل الالترا ساوند، واديكم بقى فيلم ريدنج على البريست ان شاء الله. ماشي، ما هو مفيش مشكله، عايزين ابقى اطبعهم على الديسك.